اختيار، تم اختيار مجلس إدارة لجنة الأندية، المجلس تم اختيار رئيس واثنين وكلاء. اثنين وكلاء. مجلس الإدارة عملنا نوع من التوافق، عندنا أندية الجيش، عندنا أندية شرطة، عندنا أندية الإسماعيلي، عندنا الاتحاد، عندنا المصري، عندنا أسوان ممثل أسوان. تقريبا كان بالتوافق كل القرارات. اللجنة مجلس إدارة الزمالك طلائع ممثل عن أندية الجيش، الداخلية ممثل عن أندية الشرطة، أسوان ممثل عن أندية الصعيد، خدنا الإسماعيلي والمصري والاتحاد، سموحة والمقصة. يمكن الانتخابات الوحيدة حصلت ما بين إنبي والمقاولين وكان التعادل تقريبا، لكن في النهاية لما صوت أو صوتين كان المقاولين أعلى. ده مجلس إدارة اللجنة. بالنسبة للرئيس يعني طبعا تشريف إنه بالإجماع تم انتخابي المرة الثالثة رئيسا للجنة الأندية. بالنسبة للنواب الاثنين لم يترشح الا السيد اللواء محمد عبد السلام، السيد اللواء مجدلوزي محمد عبد السلام اللواء محمد عبد السلام المقصه، والسيد اللواء مجدلوزي نادي قضاء الجيش، وبالتزكيه تم اختيارهم نواب لرئيس اللجنه.